ازاي انا بدرب العمال عندي واهلها، ازاي بعلمها داخل المدارس وبأهلها وبجهزها لان هي تشتغل في هذه الصناعات، بحيث ان المستثمر يجي عارف هو جاي مصر، عارف ان مصر فيها عماله مؤهله ومدربه من فنيين ومهندسين وخلافه قائمين على هذه الصناعه. الحقيقه في القطاع كله كتكنولوجيا معلومات بشكل عام او قطاع الالكترونيات بشكل خاص، هي الاستثمار لازم بيجي على عماله مؤهله مدربه، لانها صناعات دقيقه، صناعات محتاجه تكون عندنا العماله فيها عندها بعض المهارات والجدارات الاساسيه والمهمه. وحقيقه احنا بنبص على الموضوع ده هنلاقي ان على مستوى التعليم حتى بقى في النهارده مدارس تقنيه او تطبيقيه، ودي مرحله ما بعد الثانوي، وبقى عندنا جامعات متخصصه في هذا المجال، اذا كان الجامعات او الكليات المتخصصه في الذكاء الاصطناعي طبعا بالاضافه الى كليات الهندسه زائد الكليات التكنولوجيه الجديده، بالاضافه الى التدريب المستمر. الحقيقه ان نتيجه تطور التكنولوجيا انت دايما ما تقدرش تقف عن موضوع التدريب، والتدريب شيء اساسي جدا في هذا المجال، فاحنا بنشوف مبادرات كتيره شغاله في التدريب لاكتساب مهارات في هذا الاتجاه. ودوت يمكن احنا عندنا مثلا النهارده عندنا التحالف الوطني لصناعه اشباه الموصلات، ودوت اول تحالف خارج الولايات المتحده، في 23 شركه موجودين النهارده شغالين في مجال تصميم الالكترونيات، وده جزء مهم جدا حقيقه، ان حتى تصنيع الالكترونيات ممكن بيبقى في شق خاص بالتصميم وفي شق خاص بالتصنيع، والتصنيع طبعا درجات كبيره جدا، منها مجرد ان انا ببتدي اجمع او ان انا بجمع بدرجه اعلى باستخدام قيمه مضافه اعلى محليه، او اصل الى صناعه الرقائق الالكترونيه، ودي طبعا كلها يعني من الحقيقه الحاجات القريبه جدا اظن ان احنا هنشوفها في مصر، صناعة الرقائق الإلكترونية دي في حد ذاتها بتتكلم عالميا 550 مليار دولار، ودي الدول قليلة في العالم المتفوقة في هذا الموضوع. ففكرة حتى وجود التحالف الوطني لصناعة أشباه الموصلات حقيقة وهو على اتصال بالتحالف الدولي اللي هو بيضم بقى أكبر شركات العالم في هذا الاتجاه، حقيقة ده بيفتح كمان مجال مهم جدا غير التدريب والتعليم، هي فكرة نقل الخبرات، إن هذه الصناعة في شركات في العالم قليله جدا حياة تتعدى على اصابع اليد الواحده حياة المتخصصه في هذه الصناعه المتقدمه جدا. فلما بقى عندك نوع من انواع قنوات التواصل مع التحالف الاهم في العالم في هذه الصناعه، خصوصا ان هذه الصناعات كل يوم فيها جديد وبتتطور، وبعدين هي اصبحت العمود الفقري حياة للاقتصاد العالمي. يعني يمكن في اكتوبر 2021 حصلت ازمه في الرقائق الالكترونيه غيرت شكل العالم، دخلته في ازمه كبيره جدا، وبالتالي العالم بيعيد فكره اعاده سلاسل هيكله سلاسل الامداد، ان الصناعه دي بنتكلم على موجوده في الولايات المتحده طبعا وزائد شرق اسيا بشكل كبير جدا، اذا كانت الصين، تايوان، كوريا، اليابان، وبالتالي ان وجودك هنا في منطقه مصر كموقع استراتيجي حقيقه عالمي على خط تجاره اساسي ورئيسي في العالم، فان انت توطن هذه الصناعه داخل مصر هي بتفتح لك مجالات، اما في جذب الاستثمارات الخارجيه او في مجال حضرتك وجودك على خطوط الامداد او على فكره ان انت تكون جزء من المنظومه العالميه في هذه الصناعه المتقدمه جدا.